متعودين من ايام جدودنا انه يفطروا على الخرنوب. الخرنوب ماده فظيعيه للجسم، يعني بيستعملوه للشوكولا وبيستعملوه بيعملوه دبس وبيعملوه كل شيء نافع للجسم، للمعده وللكليوي وللكبد، كله نافع له هذا. وبعدين الدبس تبعه اعظم شبكه للعين بيعمل. فعن بروفيسور امريكي كتب عنه المجلة العربي اعظم دولة شبكة العين. دبس الخروب دبس تبعه، لكن هذا المي بيصير دبس.